نستعملوا شوفوا شنو اليوم معاها شنو حضر لنا غيزه. اليوم واحد الحاجه كنستعملوا هذا بزاف رمضان هي البغرير. اييه البغرير كاينين طرق مختلفه وبزاف وكل واحد كي كيصوم. انا كنفضل واحد الطريقه سهله ومهم تعجبني. مثلا كنشدوا جوج كيسان ديال السميده نعم مع كاس ديال الماء دافي وشويه ديال الملحه والخل وخميره ديال الدار شي شويه. دابا الحال سخونه راه ضيق غادي يخمر. ايه انا قلت قياس مثلا جوج كيسان ديال السميده السميده ديال الحرشه الرقيقه مع كاس ديال الماء. ويلا جانا شي شويه قاصح نزيدو الماء. المهم راه ما كيجيش جالي بزاف وما كيجيش قاصح بزاف. وكنضربوا كلشي في الميكسر وكنخليه واحد شي شويه يخمر وكنوجدوه راه كيجي زوين وسهل. السميده والماء والخميره المعجونه والخل وشويه ديال الملحه راه كيجي هائل وسهل. الدنيا ان شاء الله نجربوها غزال. كنشكرك كثير على كل هاد الوصفات اللي كتقدمي لنا.